نروح لخبر آخر عن ميكنة المستشفيات الجامعية، وده كما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقال إنه في خطوات مهمة هيتم اتخاذها في الفترة القادمة بشكل عام لميكنة المستشفيات وجعلها طبعا متحولة رقميا، وده جزء من الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي ومع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي كمان والبحث العلمي، وهيكون في بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للمستشفيات. المحور الثاني كمان تطوير مهارات خريجين المستقبل عشان يتواجدوا في العمل الرقمي مع المستشفيات دي، وتحويل المؤسسات أخيرا إلى مؤسسات للتعليم الذكي والفعال. احنا معنا الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى قد مرداش الباطن. اهلا بيك يا فندم منورنا. اهلا بيك يا فندم، مساء حضرتك، مساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. يعني ايه ما كانت المستشفيات الجماعيه وتحولها الرقمي، وده يفيد المواطن او المريض ازاي؟ طبعا هو زي ما حضرتك تفضلت في الاول وحديث سياده الوزير ان التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هو يعني اصبح ضروره حتميه دلوقتي في التطور اللي احنا فيه، وهو ده هدف للقياده السياسيه في مصر من فتره، وفعلا كان في بروتوكول بين وزاره التعليم العالي ووزاره الاتصالات للتحول الرقمي عشان تحسين جوده التعليم والبحث العلمي، رفع كفاءه الاداء وزياده الانتاج وربط الجامعات بسوق العمل، وده مهم جدا. فالتحول الرقمي اللي احنا دلوقتي في صدده بالمستشفيات الجامعيه هيطلع لي طالب جامعي يلبي متطلبات سوق العمل، المنهج بتاعه هيبقى مبني على التحول الرقمي، الامتحان مبني على كده، البحث العلمي مبني على كده، فده هيطلع خريج او منتج للتعليم يواكب سوق العمل. يبقى ده نمره واحد. نمره اتنين بالنسبه للمرضى هتستفيد ايه؟ المشروع هيعمل اداره المنظومه الصحيه جوه المستشفيات وكل انشطه الاداره، مشتريات وتنظيم جداول وتوزيع وربط بين الاقسام واحاله مريض من قسم الاخر وبين طبيب الى اخصائي الى استشاري. يبقى ده هيعمل لي قاعده بيانات واحصائيات هتساهم في كذا حاجه، بحث علمي هلاقي عندي بيانات واحصائيات وهتسهل على الباحثين الحصول على البيانات بتاعتهم، المواطن المصري هيكون له ملف صحي واحد من خلاله هيقدر يتلقى الخدمة الصحية من أي منطقة قريب منه. دي نقطة حلوة دي، اسمح لي بس استطرد في النقطة دي. زي ما بنشوف كده في المسلسلات الأجنبية والأمريكية انه المريض بس اخش على قاعدة البيانات في الكمبيوتر، فمريض ده عنده كذا وجي قبل كده المستشفى في كذا وعمل كذا وركبنا له كذا، وعشان لما يجي الدكتور في الشيفت اللي بعده يبقى شايف الحاله المرضيه، ما تكلمش بقى الدكتور ده انت فين يا دكتور والمريض ده حالته ايه، انت بقى شايف كله على الكمبيوتر. ده عشان نوضح بس بسهوله كده، صح؟ اي منفذ هيروحوا هيدخل على اسم الطبيب والرقم بتاعه، الطبيب المعالج سواء حاله لاي مكان، مش هيحتاج بقى ياخد اوراق معاه ولا ياخد تقارير ولا اشاعات وضيعت الاشاعه وكده. بالظبط. الملف الصحي بقى الموحد كمان هيعمل لنا ايه؟ هيعمل نقلة نوعية في جودة الخدمة الصحية، وهيسر على المواطن جدا الكلام ده، هيرشد نفقات وآليات. أهم من ده كمان هيبقى عندي قاعدة عن الأمراض في مصر في كل مكان وفي كل محافظة، وبالتالي هحط بروتوكولات صح للعلاج من خلال الخريطة العلاجية أو الخريطة المرضية في كل مكان في مصر. طيب ده بيستلزم بالتوازي بقى أن أنا كمان أأهل الطبيب أو أأهل الدارس أو أأهل يعني الشاب اللي بيتخرج ده. صحيح، احنا فعلا في المستشفيات الجامعيه يمكن في جامعه عين شمس احنا ابتدينا فعلا من اول ما بيتخرج ويبقى امتياز يبتدي يتعلم ويبتدي يتدرب على تدخول الداتا واستخراج الداتا للمريض بحيث يعرف يتعامل بعد كده مع التحول الرقمي الكامل. لانه كمان اللي فاهمه هيبقى فيه بقى، احنا داخلين على عصر الارتفيشال انتليجنس، وده هيبقى فيه بقى نماذج محاكاه التعلم الالي والحاجات دي، متهيألي برضه هتبقى جزء من المنظومه. هتبقى جزء من المنظومه الصحيه، وهي بعد كده سيادتك في المستشفيات الجامعيه زي ما سياده الوزير اعلن ده جزء من الخطه القوميه لوزاره التعليم العالي اللي هي خطه الدوله للتحول الرقمي. ده اللي احنا عايزين نعمله في التامين الصحي برضه المفروض. بالظبط يعني. يا فندم، ده اللي انا عايز اقوله. بعد كده هيبقى فيه مستشفيات وزاره الصحه، مستشفيات التامين الصحي، كل القطاع الصحي لما يرتبط بميكنة التحول الرقمي والميكنة، أعتقد الأمور هتختلف تماما في أداء الخدمة الصحية في مصر كلها.
انتوا بدأتوا عندك في الدمرداش ولا امتى ده المفروض يحصل؟ فندم احنا بدأنا فعلا من فترة وشغالين على ده من خلال ربط المستشفيات والمراكز الطبية، 12 مستشفى المراكز الطبية الصحية التابعة ليها، بيانات المرضى استخراجها، وعندنا الحمد لله ابتدينا يعني نعمل قاعدة بيانات وشغالين على النظام ان شاء الله يكتمل قريبا. يعني ده هيبقى مرتبط كمان باختبارات الكترونيه للطلبه، فهمت كده؟ زي ما قلت لسيادتك من اول التعليم للامتحان للبحث العلمي، كل ده هيسهل جدا على الباحث والطالب. جميل جدا، كل التوفيق، ونتمنى فعلا نشوف ده هيوفر كتير وهيعمل قدر طبعا من الشفافيه والنزاهه ايضا، وهيساعد في تطوير مهارات الطلاب ومهارات الدكاتره ان شاء الله، ويوفر قاعده كبيره للبيانات. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.